آية الكرسي أعظم آية من القرآن. ربما كثير لا يعلم ما هي آية الكرسي. آية الكرسي أيها الأحبة هي آية عظيمة جدا، سأقرأها عليكم اليوم الآن، ويمكن أن تكررها 20-30 مرة ستحفظها، ولكن إذا فهمتها ستحفظها بطريقة أسهل. يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بدأت باسم الله لعظمتها. أنت عندما تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم أنت تحتمي بهذا الإله العظيم، فهو حي لا يموت، وهو قيوم قائم على شؤون الكون، ويستطيع هذا الحي القيوم أن يقوم على شؤوني ويحل مشاكلي. لا تأخذه سنة ولا نوم، البشر ينامون، الكائنات تنام، الله لا تأخذه سنة يعني غفلة بسيطة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. طب إذا كان الله له كل شيء، مما تخاف؟ تخاف من فلان أو فلان؟ الله الذي خلقك وله ما في السماوات وما في الأرض، هل يستطيع أحد أن يضرك والله موجود؟ حاشا لله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة لا تكون إلا بيد الله، ولكن الله يكرم بعض عباده مثل حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، إذا اتبعت منهجه سيكون شفيعا لك. ولكن النبي لا يكون شفيعا للملحدين والعاصين والمتكبرين، شفيعا لمن يقتنع به. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. تقول يا رب أنت تعلم ما بين أيدي هؤلاء وما خلفهم، من يريد أن يمكر بي أنت تعلمه، من يريد أن يؤذيني أنت تعلمه، من يريد أن يضرني أنت تعلمه، من يريد أن يأخذ رزقي، أن يحسدني ويعطل علي حياتي، من يريد أن يسبب لي المشاكل، أنت تعلم ما في نفسه أكثر مما هو يعلم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا الإله العليم قادر أن يحل مشكلتي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. كأن لسان حالك يقول عندما تقرأ هذه الجملة، يا من وسع كرسيك كل الكون، السماوات والأرض بمجراتها بنجومها، كل شيء، لا يعجزك أن تحفظني. وسع كرسيه السماوات والأرض، أنا ألتجئ إلى من وسع كرسيه السماوات والأرض، أنا أحتمي، أنا أضع مشاكلي وهمومي وأسلم شأني وأمري إلى من وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما. هذا الإله الذي لا يعجز أن يحفظ السماوات والأرض، لا يعجز أن يحفظ إنسانا يقول يا رب. هذا الإله غير عاجز أن يحفظني ويحفظك أخي الحبيب. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا العلي أعلى من فلان وفلان، أعلى ممن يريد أن يسبب لي السحر أو الضرر أو المشاكل أو الهموم أو الأذى. هذا العلي العظيم أعلى وأعظم من كل هموم الدنيا. تجد أن هذه الآية صنفت على أنها أعظم آية في القرآن، وهي جزء رئيسي من كلمة سر حفظ حياتك. الرقية الشرعية هي جزء رئيسي، يجب أن تحفظها الآن. لا تترك هذا الفيديو إلا وأنت حافظ لآية الكرسي أخي الحبيب، أعظم آية في القرآن. يعني إذا لم تحفظ شيء من القرآن احفظ هذه الآية بعد الفاتحة.